السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نتحكم في ارتفاع الكتابة في اللوحة. أنا عندي هنا في آخر اللوحة خالص بلاقي 1 لـ100، ممكن أجي هنا أقول له 1 لـ50، ألاقي أوتوماتيك الخط صغر حجمه. طب لو 1 لـ500 لقيت التكست بقى كبير جدا، يا اللوحة دي ينسب لها 1 لـ100. تمام، أجي هنا، أنا عندي هنا عندي هنا في واحدة بس هي المية مصير بايب والباقي كله تكييف. لما اجي اختار اول واحدة بيبقى كله سنجل لاين، تاني واحدة الميديم التكييف بيبقى دبل لاين والمية والفاير بيبقى سنجل لاين، لما اختار الفاين بيبقى كله دبل لاين. تمام، على اللي بعديها بقى باجي على واير فريم، ده باور فريم ده برضه كان موجود في الاوتوكاد، بيعمل لي زي شبكة بسيطة جدا مش بيبانش تأثير الثري دي فيها. اللي بعديها هايد لاين، بحيث ان لو حاجة معدية فوق حاجة زي كده اللي فوق اللي ظاهرة واللي تحت تبقى مخفية شوية. تمام، شادنج اللي هي ظل، بحاجة بتديني الظل بتاع حاجة بيبقى لها تأثير أعلى، ودي بيبان أكتر لو أنا شغال في الثري دي، بتحس بالمتعة فيها. تمام، يعني بص لما هادي اللاين، بص على الوار فريم، هو الوار فريم ليه ميزة، لو انا عايز اعمل سيلكت حاجة مخفية ورا حاجة في شادنج ما تنفعش، شادنج انا معلم الحاجات اللي بره خالص، الوار فريم بس هو الحاجة الوحيدة اللي تسمح لي ان اختار حاجة ورا حاجة. انا داخل كده جوه اللوحة بختار اي حاجة انا عايزها. تمام، اخر واحدة اللي هي شادنج ويز ايدج، بيظهر الحاجة بالحدود بتاعتها بطريقة أوضح من شادنج بس، زي ما حضراتكم شايفين أظن الفرق واضح جدا، إن هو بيظهر لي الحدود واضحة وبيظهر لي اللوحة كأنها تحس إنها حقيقية. عمرو سليم.